وأخيرا وصلنا للـ Divide and Conquer algorithm، الألجوريزم اللي حير العلماء وحير طلبة حسابات ومعلومات. ف إن شاء الله تعالوا نشوف الفيديو ده الـ Divide and Conquer بيشتغل إزاي. وحقيقي يعني لو فهمتوني في الفيديو ده أنا هبطل إنجليش وهكمل بقى في الجيومتري. طيب بكل بساطة، فكرة الـ Divide and Conquer بإن إحنا بداية كده بيبقى عندي set of points بنعمل بيها إيه؟ بنرتبهم بناء على الـ X axis، يعني على مثلا دوت هيبقى 0، ده 1 2 3 2 بوينت مش عارف كام وهكذا. هنرتبهم عادي على الـ X axis من الشمال لليمين. بعد ما بيترتبوا هنجيب الميديان. الميديان يعني النقطة اللي في النص، أو يعني المتوسط بتاعهم بالظبط، وهنحط خط كده بينهم. قشطة؟ قال لا، هو الخط مكمل ليه؟ ماشي. فاحنا بكل بساطة هنجيب خط كده ونقسمه في النص بالظبط. طبعا هو ده مش النص قوي يعني، بس لو جينا نبص هنلاقي ان ده النص بالظبط بينهم، بحيث ان احنا نقسم البوينتس نصين. تمام، هي دي فكرة الديفايد اند كونكر، ان انت بتقسم المسألة بتاعتك لنصين، والنص اللي على اليمين ده كده بقى مسألة لوحده، والنص اللي على الشمال ده كده بقى مسألة لوحده. هتمسك النص اللي على اليمين، طبعا مش انت اللي هتعمل كده، الكمبيوتر بقى بنفسه هو اللي هيعمل كده، ويقوم مرتب النقط، او هم اصلا مترتبين من اول مره، وتبدا تعمل لهم ديفايد تاني. فهتجيب الميديان بتاعهم وتقسم كده بخط زي ده، وبعد كده بقى دي مساله تانية اللي على اليمين، وبقت دي مساله تانية. هتمسك اللي على اليمين وهتقسم، والشمال وتقسم، وهكذا لحد ما في الاخر يبقى لك حاجة بسيطة على اليمين وحاجة بسيطة على الشمال، تبقى مجمعهم بقى مع بعض. تبدأ تجمع النقط مع بعض وتوصل ببعض لحد ما يبقى عندك الكونفكس هال الكبير. طيب احنا قسمنا وجمعنا، خلاص بقى واصلين عند اخر تجميع، او يعني بمعنى صح هنجمع ازاي. عايزين نعرف بقى هنربط التو كونفكس هال ازاي، يعني هتيجي ازاي بقى. خلينا بقى نشوف دي تتعمل ازاي. بص يا سيدي، فكرة الكونفكس هال هنا ان هو يتجمع، انت محتاج تعمل لاين يقفل لي الحتة دي ولاين يقفل لي الحتة دي. طبعا بمجرد النظر انت عارف ان النقطتين دولت مع بعض هما اللي لما تقفلهم هيعمل لك اللاين اللي انت بتتكلم عليه ده، بس الكمبيوتر مش عارف يجيب اللاين ده ازاي. هنا بقى تيجي المشكلة. يبقى خلاص ديفايد اند كونكر، انسى بقى ان هي ايه صعبة ولا حقيقة، مش صعبة. هي الفكرة في انك تربط الشكلين ببعض. فانت بعد ما قسمت المسألة نصين وهتبدأ بقى تجمع في الآخر، خلاص جبت آخر الديفايد اند كونكر، جبت الآخر خالص، عايز تجمع بقى. فالتجميع بقى هي دي المشكلة. تعال نشوف بقى التجميع بتيجي ازاي يا سيدي. بكل بساطة احنا هنجيب ده هنسميه مثلا، الشكل ده هنسميه ليفت والشكل ده هنسميه رايت. تمام. الشكل الليفت هات له النقطة الرايت موست بوينت، الرايت موست بوينت اللي هي النقطة اللي على اليمين خالص بالنسبة للإكس أكسس، طبعا اللي هي تبقى معاك النقطة دي. والرايت بوليجون هات له الليفت موست بوينت اللي هي النقطه دي، كانت جبت النقطه اللي على اليمين خالص والنقطه اللي على الشمال خالص. نعمل ايه بقى؟ فاكرين لما كنا بنقول لو انت عندك بوينت بره كده بالمنظر ده، وعايزين تجيب لها وعايز تجيب لها السبورت فيكتور بتاعها، او سوري السبورت لاين، كنت بتجيبه ازاي؟ السبورت لاين كان الخط اللي هو لما بتيجي ترسمه يعمل لك كده وكده، اللي هو يعدي على النقطة دي والنقطة دي، هما دول السبورت لاينز. فاحنا عايزين نعرف بقى ايه هي. نفس الفكرة بالظبط، انت هتعمل ايه يا سيدي؟ انت هتتعامل مع النقطة دي ان دي سبورت، ان دي النقطة كده لوحدها، يعني هتنسى الشكل ده كله وتمسك النقطة دي لوحدها اكن دي كده ايه نقطة في الهواء، وهات لها السبورت لاين من فوق ومن تحت. تمام. يلا كده نجرب اهو، معانا التو بوينتس دولت. سيبك بقى من ايه، من اي حاجة. هنمسك النقطة دي مثلا، انت ممكن تبدا بدي عادي، يعني لو قلت لي ليه مش دي، لا عادي انت ممكن تبدا بدي. نمسك النقطه اللي على اليمين دي وهنجيب لها ايه السبورت لاين. انا عايز اوصل لده وعايز اوصل لده، فانا هجيب السبورت لاين من فوق، وسيبك من تحت دلوقتي، هنجيب بس ايه واحد فوق وخلاص. فيلا بقى نجيب الايه السبورت لاين بتاعنا. عشان نجيب السبورت لاين محتاج ان انت اول حاجه تقرر الاتجاه اللي انت هتمشي فيه، للفيكتورز هتمشي بيه. فالاتجاه بتاعنا خلينا نقول ان هو هيبقى كاونتر كلوك وايز. تمام. انت عايز تتشيك على النقط بتاعتك، انت واقف عند النقطه دي عايز تتشيك النقطه دي هي دي السبورت فيكتور، سوري السبورت لاين ولا لا، هي ولا لا. طب ازاي؟
زي ما قلنا في الفيديو بتاع الالجوريزم اللي فات، او سوري الالجوريزم مش فاكر كان انهي واحد، اللي هو الانكريمنتال، لما كنا بنجيب السبورت لاين هي نفس الطريقه. فهنشوف دوت، دي هنسميها مثلا اكس، ودي اللي قبلها، خلي بالك اللي قبلها هي دي هنسميها اكس ماينس 1. ليه دي اللي قبلها؟ عشان انا ماشي كاونتر كلوك وايز، فالاتجاه بتاعي كده دلوقتي. واللي بعدها اللي هي دي اكس بلس 1. تعمل ايه يا سيدي؟ واحدة واحدة كده مع بعض هتمشي كده من أول الفيكتور اللي قبل البوينت أهو، وتقوم داخل على البوينت بتاعتك. عمل ترن رايت صح؟ ماشي. طب خش على اللي بعده كده وكده، عمل برضو ترن رايت. يبقى مش هي دي النقطة اللي هتعمل لي السبورتنج لاين، يبقى مش هي دي النقطة. فكك بقى من النقطة دي، كمل زي ما أنت لسه واقف عند دي، هنسميها بي مثلا، أنت لسه واقف عند بي. خد بقى اللي بعدها، أنت عايز توصل لفوق، يلا سميها اكس، واللي قبلها اكس ماينس 1، واللي قبلها اكس بلس 1. ها نعمل ايه؟ نمشي من اكس ماينس 1 لاكس، ونقوم رايحين على البوينت كده، عمل تيرن رايت اهو، خلينا نكتبها عشان ايه لو في حد مش مجمع. ونمشي من اكس لاكس بلس 1، ونقوم رايحين على البوينت كده، عمل تيرن ليفت. ها طالما واحده عملت تيرن ليفت وواحده عملت تيرن رايت، في الحاله دي هو ده السبورتنج فيكتور بتاعي اهو، ده كده اول سبورتنج فيكتور. تقول لي هو ده اللي انا عايزه اصلا؟ اقول لك اصبر يا اخي، يعني بص خلاص مش قادر، استنى شويه على رزقك، استنى على رزقك. فانت هتفضل مكمل، المفروض ان انت يعني الالجوريزم بيعمل كده على كل البوينتس، فبيلاقي ان هي دي السبورتنج لاين بتاعك. طيب كده خلصنا اول واحده، نعمل ايه بقى؟ ما هو دي مش هتلاقي حاجه تاني، خلاص مش هتطلع فوق تاني، ما يعرفش يروح على هنا. فعشان يروح هنا لازم نعمل ايه دلوقتي بقى؟ ندخل على الخطوه اللي بعد كده، ان احنا نتخيل ان انا دلوقتي هو واقف عند ده، نتخيل دلوقتي ان دي البوينت اللي انا عايز اجيب لها سبورتنج فيكتور. سبورت يعني عمال اقول فيكتور ليه؟ ايه الحوار دوت؟ سبورتنج لاين يا سيدي. تخيل بقى ان الشكل ده مش موجود خلاص، وهو ده الشكل بتاعك اللي انت عايز تجيب عليه السبورتنج لاين. فهتجيب السبورتنج لاين ازاي؟ طبعا احنا عارفين ان هو ده صح. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه بنحدد الاتجاه، هنمشي كاونتر كلوك وايز. طيب دي البوينت بتاعتي اهي، هنسميها اكس، دي اللي انا عايز اتشيك عليها هي دي فعلا السبورتنج لاين بالنسبه للنقطه دي ولا لا. فهمشي على دي هسميها اكس، وفين اللي قبلها بقى؟ مش دي، لا اللي قبلها هي اللي فوق اكس ماينس 1، لان انت ماشي كده تمام. واللي بعدها اكس بلس 1. طيب يلا نشوف من اكس ماينس 1 لاكس، ونروح على البوينت عمل تيرن رايت. من اكس لاكس بلس 1 للبوينت عمل برضو تيرن رايت. يبقى مش هي دي البوينت اللي انا عايزها، مش هي دي اللي هتعمل لي سبورتنج فيكتور. قشطه قشطه. امسك النقطه الايه اللي بعدها، اللي بعد كده. طبعا النقطه اللي بعد كده هتكون انا عايز اطلع فوق، خلي بالك يعني انا هدفي ان انا اوصل لده. فانا في الحاله دي هتشيك على البوينت دي بقى تمام. تمام سميها اكس، اللي بعدها اكس بلس 1، واللي بعدها واللي قبلها سوري اكس ماينس 1. تمام يلا نمشي من اكس ماينس 1 لاكس، لازم تركز في الاتجاهات ها، لحد هنا عملت تيرن ليفت، ومن هنا لحد هنا عملت تيرن رايت. يبقى في الحاله دي طالما واحده عملت تيرن ليفت وواحده عملت تيرن رايت، يبقى هو ده السبورتنج فيكتور بتاعي. ادي النيل عمال اقول برضو سبورتنج فيكتور، يا جدعان اعملوا لي سبسكرايب، سوري اعملوا لي ان سبسكرايب، واعملوا ديسلايك للفيديو عشان بقول سبورتنج فيكتور. فده معناه ان احنا هنمسح دلوقتي الجزء ده، وبقى هو ده اللاين الجديد. شفت ايه اللي حصل؟ يبقى انت مسكت مره مسكت البوينت دي، واعتبرت ان هي دي البوينت اللي انت عايز تجيب لها السبورتنج فيكتور. طب انا مش هتكلم، انا مش هقول حاجه انا مش هقول حاجه، واعتبرت ان دي اللي انت عايز تجيب لها السبورتنج لاين، ورحت جايبه مع البوينت دي. المره الثانيه اعتبرت ان هي دي نفسها البوينت، وده الشكل اللي انت عايز تشوف فيه السبورتنج لاين، فرحت جايب المنظر ده. قشطه نمسح بقى ونكمل على نظافه. تعال نشوف هو عمل ايه هنا. اوكي هو ما جابش تفاصيل، ماشي خلينا انا بقى ايه اجيبها لكم واحده واحده ونكمل زي ما احنا. دلوقتي احنا وصلنا لايه؟ وصلنا للشكل ده. طيب هل هو ده اللي احنا عايزينه؟ لا، احنا اصلا الخط اهو، فنعمل ايه؟ نفس الطريقه، طالما انا خلاص جبت بالنسبه لده البوينت دي، يبقى في الحالة دي أخش بقى على اللي بعده، اللي بعده اللي هو إيه؟ أعتبر بقى أعكس تاني، أعتبر إن دي هي البي، دي هي البوينت، وده الشكل، وأدور على السبورتنج لاين الجديد للبوينت دي. تمام؟ طيب يلا نعمل كده. إزاي؟
انا واقف عند البوينت دي، هتاكد هل هي دي فعلا السبورتنج لاين ولا لا. هسميها اكس، اللي قبلها اكس ماينس 1، اللي بعدها اكس بلس 1. قشطه قشطه. نمشي من اكس ماينس 1 ونروح على البوينت، عمل تيرن رايت، نمشي كده نروح على البوينت برضو عمل تيرن رايت، يبقى مش هي دي، مش هي دي البوينت بتاعتي. ماشي، نخش على اللي بعدها. اللي بعدها بتقول لك هي دي اكس ودي اكس ماينس 1 واللي بعدها اكس بلس 1. اوعى تنسى ارجوك ان الاتجاه بتاعك كاونتر كلوك وايز او كلوك وايز، يعني انت اللي بتحدد بتمشي ازاي. يلا بقى نحسب البوينت اللي بعدها. هنمشي كده عملت تيرن رايت، طب هنمشي كده عملت تيرن ليفت. يبقى في الحاله دي كده انت جبت السبورت لاين التاني، لان واحده تيرن رايت واحده تيرن ليفت، يبقى هي دي السبورت لاين الجديد. يحصل ايه بقى في الحاله دي؟ انت كنت واقف هنا اهو، صح؟ ده اللي انت كنت واقف عنده. الجديد بقى ان انت هتقوم ناقل من هنا، دي تشطب عليها كده وتعمل الخط الجديد هنا اهو. وفي الحاله دي انت كده جبت يا سيدي السبورتنج لاين النهائي اللي انت عايزه فوق. خلاص، ما هو انت لو جبت بقى تمسك النقطه دي هتقولي خلاص انا همسك بقى دي، تمام، واشوف لها السبورتنج لاين، مش هتلاقي حاجه، هتلاقي هي دي برده، هتفضل هي دي. ولو مسكت دي تاني وحاولت تعمل مش هتلاقي برده غير هي دي. يبقى انت كده خلاص جبت السبورتنج لاين اللي فوق. نجيب بقى السبورتنج لاين اللي تحت. نبدا من الاول، انا كنت واقف هنا، دي النقطه بتاعت الاكس اللي هي بالنسبه للرايت، وده الليفت، ودي النقطه بتاعت الاكس بتاعته. هنزل بقى ايه لتحت المره دي، هنزل لتحت. نعمل ايه بقى يا سيدي؟ بص معايا، صلى على النبي. انا دلوقتي هعتبر ان مثلا دي البي، كان ايه الشكل ده، زي ما قلنا كان الشكل ده مش موجود خالص، يعني خلينا نتخيل ان ايه في كده شكل بره، تمام، يعني خلاص 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 كان في شكل بره ودي بوينت، تمام، واحنا بنحاول نجيب السبورتنج فيكتورز للبوينت دي. فهو ده بقى، تخيل ان مفيش الشكل ده عندك، يعني تخيل ان احنا ما عندكش ده دلوقتي، بس عندك بوينت لوحدها في الهواء، عشان لسه في ناس مش قادره تتخيل اكيد. يلا بقى ايه نظبط الكلام بالنسبه لدي. خلاص احنا جبنا ده خليه زي ما هو، وادي البوينت بتاعتنا. البي هنتشيك هل الاكس دي الاكس، تمام، واظبط الاتجاه عشان ما تتلخبطش. اكس اللي قبلها فين؟ اللي قبلها اكس ماينس 1 واللي بعدها اكس بلس 1. فهتيجي تشوف من هنا لهنا عمل تيرن رايت، ومن هنا لهنا عمل تيرن رايت، يبقى مش هي دي البوينت. طيب نخش على اللي بعدها. طبعا احنا فوق، احنا كنا بنطلع لفوق، يعني كنا بنقول اكس الاتجاه، كنا بنقول دي الاكس بعد كده. لا، مش هنعمل كده، احنا عايزين بقى لتحت. فهنعتبر ان دي الاكس ودي الاكس اللي هي ماينس 1، لان خلي بالك من الاتجاه، ودي الاكس بلس 1. مش معنى ان انا نازل لتحت ان انا اخترت البوينت دي يبقى دي الاكس بلس 1، لا، انا ملتزم بالاتجاه بتاعي اللي هو كاونتر كلوك وايز. وامشي من هنا لهنا كده عمل تيرن رايت، وامشي من هنا لهنا برضو عمل تيرن رايت، يبقى مش هي دي السبورت لاين بتاعي. خلاص خش على اللي بعده. اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك البوينت، بيقول لك دي مثلا الاكس، يبقى خلاص دي اللي قبلها اكس ماينس 1 ودي اللي بعدها اكس بلس 1. يلا نمشي من هنا لهنا عمل تيرن ليفت، ومن هنا سوري انا اتلخبطت، ومن هنا لهنا عمل تيرن رايت. يبقى في الحاله دي واحده عملت تيرن ليفت واحده عملت تيرن رايت، يبقى كده هي دي السبورتنج لاين الجديد بتاعي. احنا خلاص كده ده تمام وده تمام. نعمل ايه بقى؟ نعكس بقى، نمسك دي كأن هي دي البي، وده الشكل اللي احنا عايزين نجيب عليه السبورتنج لاين. يلا دي البي، هاجي اشوف دي هل هي دي الاكس ولا لا. طيب اللي قبلها فين واللي بعدها فين؟ عشان ما تلخبطش انا ماشي كاونتر كلوك وايز. فاللي بعدها هتبقى هي دي اكس بلس 1 واللي قبلها اكس ماينس 1. يلا نشوف. لو انا جيت مشيت من الاكس ماينس 1 للاكس للبوينت عمل تيرن رايت. لو انا مشيت من الاكس للاكس بلس 1 ودخلت كده برضو عمل تيرن رايت، يبقى في الحاله دي مش هي دي البوينت. طيب امسح 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 امسح، خش على اللي بعدها. هنمسك النقطه اللي بعد كده اللي هي هتبقى دي، هنسمي دي الاكس. قبل ما نعملها كده نظبط الاتجاه بتاعنا، انا ماشي كده اهو، فيبقى دي الاكس، يبقى اللي قبلها هي دي اكس ماينس 1 واللي بعدها اكس بلس 1. يلا نمشي من اكس ماينس 1 لاكس للبوينت عملت تيرن رايت، ومن اكس لاكس بلس 1 للبوينت عملت برضو تيرن رايت.
يبقى مش هي دي البوينت اللي انا عايزها. اوكي امسح، خش على البوينت اللي بعدها. طيب البوينت اللي بعدها تبقى هي دي صح كده، دي البي او سوري هي دي الاكس مش البي، دي الاكس. يبقى اللي قبلها اكس ماينس 1 واللي بعدها اكس بلس 1. قشطه. يلا نشوف، لو انا جيت مشيت من اكس ماينس 1 لاكس وعملت كده يبقى عمل تيرن رايت، لو انا مشيت من اكس لاكس بلس 1 للبوينت يبقى عمل تيرن ليفت. واحده تيرن رايت واحده تيرن ليفت، يبقى هي دي البوينت الايه اللي انا عايزها، هي دي السبورتنج لاين اللي هتعمله لي. يبقى في الحاله دي احنا كده هنشيل الخط اللي احنا عملناه ده، والخط الجديد هيتنقل من هنا من البوينت دي للبوينت دي اللي هو هيبقى بالمنظر ده. وبكده يبقى انت جبت فضلت، يبقى انت كده عملت ايه، انت كنت واقف هنا واقف هنا دورت لدي لقيت الخط ده، وبعد كده رحت ماسك دي ودورت هل هو ده، قال لك لا، هل هو ده، قال لك اه، رحت ماسك هنا مسكت دي بعد كده قعدت تدور هل هو ده، لا، هل هو ده، اه، خلاص وصلت للاخر. بعد كده نفس الكلام عملته بس نزلت لتحت مسكت ده، هل هي دي، لا، هل هي دي، اه، وقفت عندها رحت ماسك النقطة دي، هل هو ده، لا، هل هو ده، لا، هل هو ده، اه، يبقى هو ده السبورتنج لاين النهائي. وبكده يبقى انت جبت في الاخر خالص التو سبورتنج لاينز اللي من خلالهم هتقدر تربط بيها الشكلين ببعض او التو بوليجونز ببعض. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ ان انت بكل بساطه بتلغي بقى التشين اللي هنا دي والتشين اللي هنا، بتمسحهم خالص وتقوم رابط دولت ببعض، تظبط الترتيب بتاعك بقى، ويبقى كده انت عملت الايه؟ عملت الكونفكس هال بتاعك. وبس كده. والى هنا اتمنى تكونوا فهمتوا الديفايد اند كونكر الجوريثم. الموضوع بسيط جدا، بس لو انت مش فاهم حاجه في اللي انا قلتها اللي هي تحديدا يعني ازاي تجيب السبورتنج لاين او ازاي تحسب اللي هي تيرن رايت ولا تيرن ليفت، يبقى في الحاله دي انت ما شفتش اول فيديو. اول فيديو مهم جدا جدا جدا، لو ما كنتش شفته انا هسيبه لك في الاي اللي بتظهر فوق، فادخل شوفه. باي باي.